السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحتكم لاباس؟ كنتمنى على فيديو اليوم نلقاكم نتوما بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوجبه اللي خفيفه وبسيطه جدا، اللي هي بطاطا معمره بالكفته اللي هي اللحمه المفرومه. بطاطا اللي كنعرفوا هي محبوبه الجماهير، محبوبه الاطفال كثيرا، يعني باش كنخليوها تكون غنيه اكثر كنديروا معها هاد الكفته، كتجي زوينه ولذيذه وخفيفه في نفس الوقت. ندوزو للمقادير. كنحتاجو فيها 1 كيلو ديال البطاطا، كنغسلوها وكنقيوها وكنحيدو لها اللب ديالها بهذا الشكل هذا. كنحتاجو 300 غرام 350 غرام ديال الكفتة، بصلة كبيرة محكوكة، مطيشة كبيرة محكوكة، 2 معالق كبار ديال القزبر المعدنوس مع 2 فصوص ديال الثوم، 1 معلقة كبيرة ديال الزيتون مقطع. كنزيدو نهرسوها مزيان نقطعها بهذا الشكل صغير بحال كنطحنوه. الملح كيبقى على حسب الذوق، انا زيتو تيكون اصلا مالح. العطريه كنحتاجو 1 معلقة ديال السكنجبير، راس ديال المعلقه ديال القرفه، 1/2 معلقة ديال البزار، 1/2 معلقة ديال السودانيه، ومعلقه ديال الفلفله الحمراء، وكنحتاج 1/2 معلقة ديال الخرقوم كنخلطو معاه شي شويه ديال الزعفران الملون الغذائي، وكنحتاج 1/2 كاس ديال الزيت مخلط فيه زيت عود مع زيت نباتي. انا صراحه كنستعمل الزعفران واخا تيقولوا عليه مضر وداك الشيء، ولكن القليل ما غاديش ماشي مشكل. انا اصلا من نهار فتحنا عينينا وحنايا كنستعملوا هذا الملون الغذائي. طلبوا من ربي السلامه وصافي. دوزوا للطريقه. كناخذوا هذيك البصله ديالنا كنملحوها في الكوكوط، كنضيفوا لها هذيك المطيشه محكوكه، كنديروا الزيتيه الاولى او اول عفوا سمحوا لي يعني ما صورتهاش. كناخذوا كميه ديال نص الكميه ديال الربع اللي درنا القزبر المعدنوس، الاخرين الكميه الاخرى كنخليوها حتى كنديروها مع الكفته اللي غنعمروا بها بطاطا. كنلوحوا العطريه ديالنا، كناخذوا الملح حتى هو كنضيفوه، كندوزو الكفته نديرها العطريه نتاعنا. كناخذوا الكفته كنضيفوا لها ديك الكميه اللي بقات لنا من القزبر المعدنوس مع الثوم، كنضيفوا لها داك الزيتون مقطع، كنضيف له لها النصف ديال العطريه اللي كنا خليناها من المقادير اللي قلنا قبل، ما كنديروش فيها غير السكنجبير، العطريه الاخرى كامله كنديروها الا السكنجبير ما كنديروش. وكنخلطوهم مع بعضهم مزيان. انا الكفته صراحه كان قبل ما كنستعملها كنخوي عليها الماء طايب وعاد كنخليها تقطر مزيان، عاد كنستعملها في اي وصفه كما كانت كندير لها هكا، لان انا كنعيب صراحه هذيك الكفته اللي كتكون عند الجزار ما كتكون لا مغسوله لا والو، ضروري كنضيف لها كنغسلها هكا عاد كنستعملها. يمكن غضحكوا عليا ولكن انا هكا كنستعمل الكفته صراحه. كنخلطوها كما قلت لكم وكندوزوا للطريقه ديال التعمار. كتكون البطاطا ديالنا قطرات من الماء ديالها مزيان، كنبداو كنعمروها
حتى بطاطا فاش كنحلو لها كنحيدو لها اللب ديالها، ما كنحاولو من ما نغرقوهاش بزاف، ما نرققوهاش بزاف، نخليو فيها غير ثقب صغير شويه، لان لا درناها بزاف بحال كتحل، ملي كنديروها في الكوكوط كتحل كامله، ما كتبقاش هكاك حبات صحاح. كنعمروها على هذا الشكل هذا، كنستمروا هكا في التعمير ديال البطاطا ديالنا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. من بعد كامل كيبقى لنا داك المبشور ديال البطاطا اللي حيدنا اللب ديالها، كنقطروه مزيان من الماء، وكيكون تبقى لنا الخليط ديال الكفته. كنخلطوه مع هذيك المبشور، تنخلطوهم مع بعضياتهم، من بعد كنضيفوه فوق البطاطا ديالنا اللي عمرنا. ماشي كما قلت لكم، كنضيف واحد المعلقه ديال مركز الطماطم حتى كنرمي كل شيء، وكنرمي ديك المعلقه ديال مركز الطماطم. كنديروا واحد كاسونس ديال الماء هكاك، حيت ما كيخصهاش تجي فيها الماء بزاف، كيخصها تجي الماء ديالها قدها باش كتجي مجمره وكتجي مزيانه. كنسدو على الكوكوط ديالنا وكنخليوها حتى كطيب. راه بطاطا دغيا دغيا كتحل، خصكم تردو بالكم معاها، لان الا ما رديتوش بالكم كتحل كلها. من بعد ما طاب الوصفه ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه، كتجي مجمره، وكتجي غزاله في المذاق صراحه. جربوها غادي تعجبكم وتعجبو حتى وليداتكم. انا بطاطا كنعرفو الدراري الصغار كتعجبهم بزاف بزاف، وهاد الشكل بهاد الطريقه هادي غتعجبهم اكثر واكثر. وبصحه والراحه، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تشاركوا معايا الناس اللي باقيين ما اشتركوش معايا، وتخليوا لي تعليق مع لايك. يلا السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.